السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتدبل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، مودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر ألا وفضائل، لكنما صديق منهم أفضل، وأقول بالقرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد أهدتا إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأقتل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأكر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، ولكل عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقال، فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. باقي والصلاة والسلام.